ونرجع تاني نسلط الضوء على النماذج الناجحة الشبابية. والحقيقة أن مصر دايما ولادة ومليانة بالشباب المتفوق في كل المجالات، وخصوصا في مجالات الذكاء الاصطناعي. بطل فقرتنا دي من عصر الشباب هو مهندس مصري شاب اسمه محمود الكومي، حاصل على جائزة جنيف للاختراعات والميدالية الفضية في مجال الذكاء الاصطناعي لعام 2021. الحقيقة وأنا ببحث يعني في السيرة الذاتية للمهندس محمود الكومي، فأنا حسيت أني أمام شاب مصري هيكون ليه مستقبل كبير وعظيم يليق الحقيقة باسم مصر. عنده اختراع هو روبوت اسمه كيرا، وهو روبوت طبي. أنا طبعا مش عايزة أتكلم في خصوصيات هذا الروبوت، ولكن كل حاجة عن هذا الاختراع خلينا نسمعها من المهندس محمود الكومي نفسه اللي بنرحب بضيف معنا على سكايب في هذه الحلقة من عصر الشباب. أهلا بيك مهندس محمود. مساء الخير، أهلا بيك يا أستاذ نانسي. اشرح لنا في البداية الاختراع بتاعك، يعني روبوت طبي، فاشرح لنا حيفياته، بيعمل إيه، بدأت في الفكرة من إمتى وانتهيت بيها إمتى، تفضل. هو طبعا يعني ببدأ عموما، يعني سواء كيرا أو إيلو أو غيره، طبعا كيرا ده روبوت طبي، فطبعا اللي احنا بنبدأ بيه عموما أو التارجت بتاعنا إن أنا أعمل حاجة اللي هي تكون هتفيد البشرية، واللي أنا أقدمها للبشرية بحيث إنها تخدمها في نقطة معينة. فطبعا لو نتكلم عن كيرا كان ظهر في بداية أو أول 3 بروتوتايبس ليه أو 3 نماذج ليه، ده كان في بداية الجائحة في العالم كله أو جائحة كوفيد 19. كان طبعا عندنا مشكلة كبيرة اللي هو الجاب ما بين عندي عدد كونستنت أو عدد ثابت من الاستاف الطبي وعندي تزايد كبير جدا في الحالات، فطبعا في عندي جاب او عندي فجوه كبيره هنا، فطبعا اللي يحل المشكله دي الروبوتس. وفي نفس الوقت كان في تساقط كبير في الاطقم الطبيه لان الفايرال لود بيكون عالي، فطبعا عشان الاحتكاك ما بين المرضى والاستاف الطبي. فمن هنا الفكره ان يبقى في روبوت يعمل 90% من المهام اللي بيعملها 90%، دي نسبة كبيرة الطبي. طبعا كمان هو كان أول روبوت في العالم يعني ياخد البي سي ار سوابس أو مسحات البي سي ار، وده اللي التفاف يعني التفاف عالمي، واللي خلى يعني اليو ان تي بي أو الـ يعني جهة كبيرة زي الأمم المتحدة إنها تصنفه من أفضل 50 ابتكار لمواجهة كوفيد 19، وانه تصنف كافضل 100 ابتكار حسب مجله فوربس، وطبعا يعني واخد عليه جائزه جنيف يعني بخصوص تشخيص طبي مبكر بواسطه الذكاء الاصطناعي. فطبعا يعني ده بالنسبه لإيلو، كان هو روبوت طبي ان هو يقدر ان هو يعمل ده، وحاجه اتقدمت للبشريه بالفعل، وحاجه عجبت البشريه ان دي حاجه طالعه من مصر. صحيح. ومن شاب مصري طبعا، يعني احنا يعني أنا خريج جامعة حكومية مصرية، وبالتعليم برضو إن أنا قدرت إن أنا يعني آخد أخطر أو إن أنا أقدر إن أنا أتعلم كمان في جامعات تانية، إن أنا أعمل سيلف ليرنينج لنفسي، إن أنا زودت مهاراتي أو زودت السكيلز بتاعتي، إن أنا قدرنا إن إحنا دلوقتي حتى في جنيف كان رأيهم إن البروجيكت بتاع التشخيص الطبي المبكر ده لو انتشر، لو اتعمل بالفعل او طبق بالفعل، ان انا اشخص الامراض بصوره مبكره بالذكاء الاصطناعي، لان في امراض زي الكانسر مثلا ممكن بتتطور توصل صحيح. للعلاج الاشعاعي والعلاج الكيماوي، فان لو مشخصه في الاول بيبقى افضل طبعا. مهندس محمود، خليني افهم معلش منك اكتر فكره الروبوت او كيرا، يعني لان انا حاسه انك بتتكلم عنه كانه شخص فعلا، فهو بيعمل ايه؟ هل فقط بيعمل بي سي ار، المسحه بتاعت البي سي ار، ولا ليه بعض الفعاليات الاخرى او العمل الاخر؟ يعني ايه الفرق بينه وبين الدكتور العادي اللي بيستخدم الاجهزه المتعارف عليها؟ هو طبعا كيرا او الروبوت هو يعتبر الدكتور اسيستنت، احنا ممكن من مش نسميه دكتور، لا ممكن دكتور مساعد للدكتور. ان هو انا يعني يقدر ان هو يقيس لي ما
مثلا الفايتال فانكشنز او الوظائف الحيويه للمريض، يعمل يعني قدر كبير من المرور اللي بيعمله الطبيب على المريض، منها طبعا مساحات البي سي ار لو الامر يتطلب ذلك، كمان قصه ان هو سحب عينات الدم، الحاجات دي ان هو يقدر ان هو يعملها اوتوميتد او بشكل اوتوماتيكي. كل ده والطبيب مش لازم ان هو يكون موجود يعني في المستشفى، ولا يكون كمان موجود في المدينه اللي موجود فيها المريض، ممكن يكون موجود في مدينه ثانيه او في قاره ثانيه كمان، ويقدر ان هو الروبوت بعد ما يخلص المهمه دي يقدر يعمل ريبورت كامل للطبيب ويعرفه الحاله بتاعته، ومن هنا ان هو يقدر يتابع المريض او كمان يمده بالاكسجين لو احتاج، وهو موجود بعيد عنه، هو والطبيب محمي، هو بس الطبيب هو بس بيستخدم يعني السكيلز بتاعته، وبيستخدم تفكيره ان هو يقدر نعم. يتطور. طيب اتفضل. مهندس محمود، يعني يمكن انت ذكرت في البداية انه حضرتك خريج جامعة حكومية، ولكن الموضوع ما توقفش مع حضرتك بعد التخرج من الجامعة، وبعد كده كان في تطوير لمهاراتك عشان تقدر ان انت تخرج بهذا الاختراع. ازاي بدأت تاخد يعني طريق يعني الاختراعات او الذكاء الاصطناعي؟ هو ده طبعا يعني كان من بدري شوية، كان انا كنت حابب الموضوع، كان من قبل الكلية كمان، قبل ما ادخل كلية الهندسة كنت بدأت ان انا اشتغل على اول حاجة عملتها في حياتي، اللي هو كان كرسي بيشتغل بالاشراف بتاعة المخ للمعاقين اللي هم اللي عندهم شلل رباعي، بحيث ان انا هو ما عندوش اي اكشويتر او ما عندوش اي حاجة يقدر يحرك بيها، فانا ما عندوش غير اشارات المخ او التعبيرات الوجهيه اللي انا اقدر ان انا استخدمها. فده الحاجه اللي انا بدات فيها وخلتني احب مجال الاي اي، ودخلت عشان كليه الهندسه طيب مهندس محمود، انا واتخصصت. طبعا بعتذر عن المقاطعه، ولكن انا وقتي خلص في هذه المداخله، ولكن سريعا الحقيقه ان في حاجه مهمه جدا عايز اسالك عليها. حضرتك كان في اختراع او في قصه، خليني اقول، لروبوت ممكن يساعد على تهيئه الاجواء المعيشيه على كوكب المريخ، لو تحكي لنا قصه هذا الروبوت سريعا لو سمحت. تمام. طبعا إيلو هو كان اول روبوت في العالم اللي تهيئه الحياه على الكوكب او تو جنريت ووتر على المريخ. طبعا ان ده اتجرب في ظروف مشابهه لكوكب المريخ بالظبط، وقدر ان هو يعني يولد الميه دي، ويعني طبعا من الجو او الاتموسفير بتاع المريخ نفسه موجود فيه رطوبة تصل، يعني بعض البيبرز العالمية أو من تصريحات جامعة ماتشيان إن الرطوبة في المريخ ساعات بتوصل في بعض الأوقات لحد 100%. طبعا الروبوت ده يعني الحمد لله لقى شهادة عالمية، وطبعا يعني مدعو كسبيكر أو كمتحدث كمان إن أنا أعرض الموضوع في مؤتمر سبيس تك في كاليفورنيا 2022، وطبعا هكون فخور جدا ان انا طبعا بمثل مصر في حاجه شبه كده والحقيقه ان في احنا مجال كلنا يعني الذكاء مهندس الاصطناعي. محمود، الحقيقه ان احنا كلنا فعلا فخورين بيك. شاب مصري قدر ان هو يصنف على اعلى المستويات في المؤسسات الدوليه او الجوائز الدوليه. انا طبعا بشكرك شكرا جزيلا، وعايزه اكد على جمله حضرتك ذكرتها في بدايه هذه المداخله، انه فعلا يعني خليني اقول انه الموضوع لا يتوقف بعد التخرج من الجامعه، ولكن التدريب مهم، صقل المهارات مهم، عمليه التعليم الحقيقه مستمره الى مدى الحياه، نموذج ناجح ومشرف. بشكرك، والحقيقه ان الكل فخور بيك، المهندس محمود الكومي الحاصل على جائزه جنيف للاختراعات والميداليه الفضيه في مجال الذكاء الاصطناعي لعام 2021. شكرا لحضرتك.